ستة طلاب من المرحلة الرابعة في هندسة التقنيات في كلية المستقبل الأهلية أنجزوا مشروع تخرجهم بصناعة منظومة هجينة لتوليد طاقة كهربائية نظيفة دمجت بين الخلايا الشمسية والرياح لخفض تكاليف صناعة منظومة خلايا شمسية مستقلة مزودة بتطويرات تخص حرارة الجو والغبار. سعر الجزء الذي ينتج أمبيرا واحدا وصل إلى 500 دولار. بعض الناس تقول لها تكلفة عالية، هي مو تكلفة عالية. أنت احسب لي خلال هاي الفترة اللي أنت خلال خلينا نقول بالضبط خلال سنتين من أجور الوطنية والمولدة مولدة البيت وتكاليف البنزين وغيرهن تطلع في شيء حساب ما تقريبا سنة إلى سنتين، والباقي تعدك 25 سنة بالقليل هي طاقة نظيفة بدون تكاليف. للأمبير الواحد تقريبا بحدود 400 إلى 500 دولار. الطلبة طوروا من مشروعهم لتحسين كفاءة الخلايا الشمسية ومواكبة التغير المناخي الحراري والغبار الذي يقلل من كفاءة الخلايا الشمسية. هذه المرشات مال المي مربوطة بمتحسسات، هذه المتحسسات عندما توصل درجة الحرارة الخلية 50 تشتغل هاي المرشات. شنو وظيفتها؟ وظيفتها تغسل هذه الخلايا من الغبار وأيضا تنزل درجة الحرارة تحت 50 درجة مئوية. جامعة بابل هي الأخرى نجحت في مشروع مماثل داخل ورشها ودعت إلى تطبيق تجارب من الأردن. نجحت في استغلال الطاقة الكهربائية الفائضة في المنازل من الخلايا الشمسية حيث يمكن للمواطن بيعها إلى الدولة. احتساب أجور كهرباء لصالح المواطن وإمكانية تطبيق هذا في العراق، ولكن نحتاج إلى تشريع بهذا الجانب. إنتاج الكهرباء من الشمس والرياح تتعاظم أهميته في سوق الطاقة العالمي لانخفاض تكاليفه في بعض الدول بشكل ينافس النفط والغاز. من باب الحيدر الشلبي، يو تي في.